الدنيا كيخرج هادشي اللي تكون دار من 16 في الزنزانة. حنا جينا هنايا على هاد الناس هادو قالوا حنا محتلين هاد الارض وهاد الارض لا حنا عندنا الملكيه ديالنا عندنا المسائل ديالنا راه 50 عام حنا كنعقلوا على هاد الحومه هادي بن كيران كيقول له بن كيران هذيك انا في عمري تقريبا 50 عام ساكن هنايا وخلق هنايا انا كنعقل عليها عيب برارك كانوا 18 براكه ولا 20 براكه في العقود ديالي انا وزيد الازيد ديالنا ولادنا اللي طلعوا كذا وهادي ملي كانوا هاد الناس كيبني وهاد الناس كانوا كيبيع مرطيح الله يرحمه كان كيبيع ولا الاربعين ولا السوري ولا 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 زيدوا زيدوا زيدني كيقولوا تا دابا باعوا الشركه والشركه دارت وكذا ملي كانت كتبنا هاد الحياه هاد الحومه هادي كامله في كانوا هاد الناس تبارك الله من يول ونص ولا من ولا جوج من راه دوله هادي ماشي حومه هادي فهمتيني تان دابا عاد دورو كيقول الارض ديالهم الملكيه ديالهم وكذا وهاد الناس هادو فين غادي يبتو ملي غادي يعطيهم ملي كنقول لكم هاد النداء هذا كنصيفطو الاخوه المغاربه كاملين للجامع هاد الناس هادو ملي كيقولوا هادي ديالهم راه حنا ما خارجينش من هنايا وخا يكون يوقع نيوقع حنا كساكنه صحيح بن كيران كنضمنوا بقوه مع الساكنه بصفه عامه خير المتضررين وغير المتضررين ولان هذه الشركه هذه دخلت بواحد الطريقه اللي هي خلعت الساكنه وهدت السلم الاجتماعي وحنايا صراحه كيد واحده كنضمنوا مع الساكنه وحنا الحمد لله في دوله ديال المؤسسات في دوله ديال حقوق الانسان وحنا عندنا الثقه في القضاء والساكنه ان شاء الله الناس كبار ورجال وصغار كي يعني تاثرنا بهذه القضيه هذه واحد التاثر اللي هو كبير بزاف وحنا كنقولوا لهاد الشركه هادي بان هاد الابتزاز ديالها وهاد الشيء الموصله ديالها ديال هاد القضيه هادي راه ما نسمحوش في حقنا راه صغير ولا كبير.